حضراتكم معانا في ختام فقراتنا النهاردة عن عائدات السياحة، وزي ما قلت في الأخبار طلعنا مجموعة من الأخبار مفادها أنه في زيادة في عائد السياحة من يناير ليوليو 2017 عن نفس الفترة من العام الماضي 170%. بنتكلم زيادة في عدد السياح بلغت 54%، بلغ العائد من السياحة في هذه الفترة 3.5 مليار دولار، وعدد السواح حوالي 4.3 مليون سواح أو سائح تحديدا من مناطق متفرقة، لكن تحديدا 75% من أوروبا، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، و20% فقط من المنطقة العربية. يا ترى دقة هذه التصاريح إيه من ناحية، ومن ناحية أخرى هل هناك خطط للتعافي ومزيد من التعافي في المجال السياحي اللي كان بالفعل مصدر دخل كبير لنا قبل ثورة يناير؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا العزيز الأستاذ مايكل جورج، عضو حزب الوفد ومستشار وزير الطيران. شرفتنا فندم، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك، مرسي جدا. أهلا بحضرتك معنا، واسمح لي بصفة حضرتك مستشار لوزير الطيران أتأكد من حضرتك من صحة التصريحات، لأن الحقيقة هي منسوبة لمصدر في وزارة السياحة، فلما يكون مصدر مجهل إحنا بنشك. هل يا فندم ده كان دقيق وفي فعلا زيادة مستحسنة في عائد السياحة أم لا؟ أنا أحب بس أكد الأول أن أنا جاي النهاردة حاضر معاكم بصفتي في حزب الوفد. بالنسبة للأخبار اللي إحنا كنا بنتكلم عليها والأرقام اللي كانت قالت، دي أرقام فعلا تقريبا شبه حقيقية، بس الأرقام دي كانت منسوبة للربع الأول من سنة 2017 اللي كانت طلعت عن طريق القوائم المالية عن طريق البورصة، اللي قالت مثلا شركة أوراسكوم للفنادق كسبت السنة دي في الربع الأولاني 75 مليون ونص، عن السنة اللي فاتت كانت عندها خسارة 118 مليون، وغيرها من الفنادق التانية والبقية الشركات التانية اللي ليها علاقة بالسياحة كان عندنا خسارة في 2016 في الربع الأولاني من السنة المالية، والسنة دي احنا عندنا في الموازنة فائض وفي أرباح. ده كان بالنسبة للتقرير اللي طلعت السنة دي أو اليومين دول عن الربع الأولاني من 2017. تمام، يعني بداية مبشرة، نشكر ربنا عليها. طيب بما أنه حضرتك بترجح بالفعل أن هذه التصريحات دقيقة، فزي ما قلت أنه 75% من أوروبا و20% فقط من الدول العربية، والسؤال أولا ليه إحنا مش قادرين نجذب جيراننا العرب رغم أنه الصيف كله يعني طويل جدا؟ الحقيقة إحنا عندنا صيف 6 شهور، إحنا بنتكلم في فترة مهولة، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، فين آسيا؟ فين أفريقيا؟ فين أمريكا يا فندم؟ احنا عندنا امل كبير جدا ان بعد الثوره اللي احنا عدينا بيها او ثورتين بمعنى اصح، ان احنا يبقى عندنا استثمارات جديده وعندنا ناس جديده تخش السوق او تخش المجال بتاع السياحه عامه. بس مجال السياحه في مصر محتاج اكتر من حته يشتغل عليها، من ضمنها مثلا الجزء بتاع الطيران، لان السائح لما بيجي بيتحرك بطيارات، فاحنا محتاجين مثلا من مصر الطيران انها تعمل رحلات مخفضه او تعمل رحلات بشكل مختلف شويه زي طيران دبي مثلا، نشتغل على طيارات الشارتر او نشتغل على شركات السياحه الخاصه طيارات الشارتر. يعني مثلا مصر طيران احنا بنتكلم كانها شركه وطنيه، المفترض مثلا انها تعمل رحلات اقل التكلفه شويه، يعني تشيل مثلا وجبات الغداء والمشروبات من داخل الطائره، وتقلل عدد الحقائب الموجوده مع الراكب، وتخلي الوزن قليل زي 7 كيلو مثلا على الطياره الواحده معاك شنطه صغيره، فبالتالي ثمن التذكره نفسه يقل. من هنا نقدر نخلي مصر الطيران تتحرك شويه، ويبقى في عائد كمان اكتر داخل للدوله او الشركه الام او الشركه الوطنيه الام. عايزين برضو نبدأ نحفز شوية الشركات الخاصة من الطيران إنها تبدأ تشتغل معانا على مطارات مختلفة زي شرم والغردقة وطابة، إحنا محتاجين المطارات دي تشتغل بشكل أو بآخر. في طرق كتير إحنا اتكلمنا فيها في إن إحنا نقدر نوجد سياحة أو نوجد دخل جوه بعد ما السائح يجي، زي مثلا إن إحنا نقدم تذاكر مجانية للسائح لأن هو يخش الأهرامات مثلا أو جزء الأهرامات، في المقابل بنطبع على ظهر التذاكر مثلا بعض الحاجات الفلايرز الإعلانية أو بعض الحاجات اللي ليها علاقة بالدعاية والإعلان، منها نقدر نجيب تمن التيكت اللي السائح دخل بيه، وخلينا السائح يقدر يروح مكان يستفاد منه مجموعة من الأشخاص الموجودين، من أول البياعين لغاية الناس اللي بتركب حناطير لغاية وزارة الثقافة وزارة السياحة، الناس اللي بتشتغل جوه الدائرة نفسها بتاعة الأثار. طب اللي هذا المعلنة هتكون زي مين؟ يعني مثلا احنا دلوقتي بنتكلم في الأهرام، المعلن هيكون برضو الدولة مش هيكون جهات خاصة، المتحف هيكون برضو الدولة مش جهات خاصة. احنا نفسنا ان احنا الدولة تبدأ تعمل استراتيجية الناس تقدر كلها تتحرك عليها، يعني تبدأ تسمح شوية لبعض الشركات او تسهل شوية عملية انشاء شركة سياحة، او تسهل اكتر اجراءات شركات السياحة اللي برا وعايزة تجيب عندنا هنا ناس. يعني مثلا اندونيسيا بتحاول تعمل فكرة كويسة جدا مع مصر، انها بتعمل رحلة باكج كده للمعتمر ان هو ينزل السعودية يعتمر ويجي مصر سياحة. ليه مصر ما تعملش مثلا فري بوت، مركب مجانية تنقل الناس من جدة لغاية مصر مجانا، في مقابل ان الناس دي هتنزل مصر وتعمل سياحة وتشغل فنادق وتتحرك جوه المجتمع المصري، واحنا المجتمع المصري متعود على السائح.
لان هو بيشوفه بشكل او باخر وفي كل الاماكن، يعني مش شرط في الاماكن السياحيه بس، لا احنا كمان متعودين على السياحه، احنا بنشوفه في القاهره، بنشوفه في الجيزه، بنشوفه في المتاحف، يعني احنا واخدين على ده، عندنا الثقافه دي، عندنا حضاره كبيره جدا، عندنا حاجات كتير قوي نقدر نسوقها، محتاجين شويه افكار بسيطه جدا نقدر يعني نسوق اكتر من موجود. حاجة لفت نظري في دعوتك لتخفيض اسعار الطيران وخصوصا الطيران الوطني، ان احنا نرجع زي زمان، ايه راي حضرتك في الاراء اللي بتقول وبتطالب بدمج الطيران مع السياحه في حقيبه وزاريه واحده مش وزارتين منفصلتين؟ هل ده اجدى بالفعل للحصاد الخاص بالعائد الاستثماري الخاص بالسياحه؟ انا بشوف ان الموضوع ده كان ينفع الاول، لكن في الوقت الحالي وزاره الطيران لوحدها هي وزاره كبيره جدا قائمه على ذاتها وعندها شركات كتيره جدا تابعه تحت منها، يعني تقريبا شركات مصر طيران تتعدى 10 شركات لوحدها، من مصر طيران الطبيه، مصر طيران الخدمات الارضيه، مصر طيران الخدمات الجويه، يعني دي لوحدها شركه قابضه وتحت منها تقريبا 10 شركات. وزاره السياحه محتاجه تتحرك في الاماكن اللي محتاجين نتحرك فيها كسياحه، يعني المعابد، الاقصر، اسوان، الاماكن اللي الناس لسه ما بداتش تتحرك فيها زي اخواننا العرب بتتكلم عليهم دول، طابه، شرم الشيخ، دهب، نويبع، عندنا سياحات كتير لسه ما اشتغلناش عليها، السياحه العلاجيه لسه مصر ما بداتش فيها اي حاجه، عندنا واحد سينا، عندنا سيوة، عندنا المياه الكبريتيه، عندنا جزء كبير قوي في الحته بتاعه السياحه العلاجيه دي مصر لسه محتاجه تشتغل فيها اكتر، تجذب بيها العرب والاجانب. تمام، احنا الحقيقة عندنا مصادر متنوعة للسياحة، احنا يكاد يكون مش مستغلينها فقط، يعني زي ما حضرتك ذكرت احنا ترفيهية وشاطئية موجود، ثقافية وتاريخية موجود، دينية موجود، علاجية موجود. بالنسبة بقى الدينية، النهاردة كان في خبر غاية في الأهمية خاص بدعوة البابا فرانسيس لكل العالم لزيارة مصر وتحديدا زيارة مسار العائلة المقدسة. من وجهة نظر حضرتك، هل الدولة بالفعل بتدعم هذا الإجراء؟ يعني مش مجرد بس ان احنا بنكلم وبنخاطب بابا فرانسيس عشان يدعو العالم أو وزير سياحتنا يروح، لكن إحنا يا فندم بنسهل برامج تخلينا بالفعل أي حد من السياح هيجينا يقدر إن هو يتحرك بسهولة علشان يزور كل مسار العائلة المقدسة، ولا زي ما إحنا بنعمل هنا كسياحة داخلية إحنا بنروح بجهود ذاتية كنسية أحيانا كثيرة؟ يعني إحنا محتاجين من الدولة حاجة، ومحتاجين من المجتمع المدني أو الناس اللي تقدر تستثمر حاجة. الجزء بتاع الدولة احنا محتاجين نسهل الحتة بتاعت مسار العائلة المقدسة، احنا اتكلمنا في الموضوع ده مرارا وتكرارا من زمان جدا، احنا محتاجين نعمل رحلة العائلة المقدسة داخل مصر، وان احنا يبقى عندنا تور جوه مصر، ان احنا بنقول سيد المسيح دخل الحتة الفلانية وبعد كده كده وبعد كده راح كذا وبعد كده راح كذا وبعد كده راح كذا. السيناريو ده مش موجود في مصر، يعني الطرق نفسها غير مؤهلة ان احنا نبدأ نتحرك في الحتة دي، فاحنا محتاجين ان احنا نأهل الاول الطرق والجزء بتاع الانشاءات اللي هي البنية التحتية بتاع ان احنا نعمل دوت. انا بتهيالي الدوله بتعمل الجزء الاولاني من الموضوع والجزء الثاني احنا مش بنكمله، يعني مثلا زياره السيد الرئيس للصين، الراجل راح الصين وعمل اتفاقيات وبدات طلبت ان السياح تيجي وان هو يفتح سياحه صينيه ومجال جديد من السياحه هنا في مصر، ويعني كاريزما جديده عندها برضو ثقافات، شعب مليان ثقافات هنا في مصر، لكن الشركات هنا في مصر ما قدرتش تكمل دوت وتقدر تعمل ديلات كامله بانها تقدر تتفق على رحلات ثابته تيجي كل يوم من الصين لهنا، تعمل تور وتخش اماكن ما دخلتهاش قبل كده، وتزور شرم وتزور الغردقه وتزور الاماكن السياحيه اللي عندنا. فاحنا بتهيالي احنا بنمشي الجزء الاولاني ومش بنكمل. تمام، خلينا نتجه مع حضرتك لجزئيه اخرى، سياحه المؤتمرات وسياحة المهرجانات. احنا عندنا الحقيقة عدد كبير من المؤتمرات تم إقامته وتنظيمه في الفترة الأخيرة، وبالفعل كانت مؤتمرات ناجحة للغاية، مهرجانات أيضا ناجحة زي القاهرة السينمائي، زي الجونة مؤخرا. هل احنا يا فندم بالفعل نقدر نقول ان احنا حطينا رجلنا في بداية طريق سياحة المهرجانات والمؤتمرات وهيكون ليها عائد في المستقبل، ولا لسه قدامنا يعني شوط طويل؟ انت فتحتي معايا في موضوع مهم جدا كان نفسنا يعني كنت هفتحه معاكي واتكلم فيه، الجزء بتاع سياحه المؤتمرات. الجزء بتاع سياحه المؤتمرات ده جزء مهم جدا، احنا عندنا قاعات مؤتمرات في حتت كتيره، في ناس هنا في مصر ما بتعرفش عنها حاجه، يعني عندنا تقريبا قاعه مؤتمرات كبيره جدا ومجهزه يعني تجهيز هائل جدا في اسيوط، عندنا قاعه مؤتمرات هنا في القاهره، عندنا مبنى بتاع مكتبه اسكندريه، عندنا اكتر من قاعه مؤتمرات كلها قاعات مؤتمرات كبيره جدا، مش بس مدينة نصر زي ما احنا متخيلين، مش زي ما كل الناس متخيلة ان هي قاعة واحدة وان هو المكان اللي احنا كلنا بنروح نحضر فيه شوية المؤتمرات الصغيرة دي، لا عندنا قاعات كتيرة كبيرة جدا. احنا محتاجين فعلا نشتغل على الموضوع دوت مع الشركات المالتي ناشونال اللي موجودة بره، لانها الموضوع دوت هيجيب لك ناس عندهم شركات ادوية، عندهم شركات عربيات، عندهم شركات استثمارات بره، هيبدأوا يجوا مصر يعملوا مؤتمرات، وفي نفس الوقت نبدأ نخش في العامل بتاع زيادة بتاع ان هو يبدأ ينفست هنا في مصر كمان. تمام،
طيب خلينا ننتقل مع حضرتك للأحداث الأخيرة. يمكن كنا بنقرأ وبنسمع كمان بنشوف في التلفزيونات عن أحداث تحرش أو طعن، رأي حضرتك إيه في تعامل الدولة معها؟ هل بالفعل قدرنا نتعامل بشكل لائق لا يسيء لسمعة مصر السياحية؟ الموضوع ده شائك جدا، وإحنا دايما بنتكلم على الملف بتاع الأمن، لأن عشان تتعافى السياحة لازم يرجع الأمن. أنا شايف أن الأمن راجع وراجع بقوة قوية جدا، وهم عندهم صلاحيات لطيفة، وشايف أن إحنا دلوقتي بقينا جاهزين فعلا أن إحنا نبدأ نستقبل وفود أجنبية، مش بس سياح عاديين، وفود دبلوماسية كمان تبدأ تتحرك في وسط البلد يعني بحرية. لازم هيحصل تجاوزات، لازم هيحصل حاجات فردية، مش معنى ان يبقى عندنا مشكلة او مشكلتين او ثلاثة معنى كده ان احنا ما يبقاش عندنا تواجد للأجانب خالص او للسياح. لكن في افكار بقى بتطلع جديدة، زي مثلا الجونة. الجزء بتاع الجونة ده جزء منغلق جدا، انا اقدر امنه تأمين كويس قوي، وفي نفس الوقت السائح يقدر يجي يتحرك جوا منه تحرك يعني فري جدا، ويتحرك داخل المكان اكتر من مكان واكتر من اوتيل، ويطلع مبسوط جدا، وفي نفس الوقت هو لو كوست، مش التكلفه بتاعته مش عاليه. فاحنا محتاجين نعمل زي السيناريو ده كتير بقى، يعني يبقى عندنا الجونه، عندنا دهب، عندنا حتت في شرب، محتاجين حاجات زي كده كتير قوي، ونسهل طريقه الترانسبورتيشن للسائح من والى. النقل ده شيء مهم للغايه. يعني انا بصراحه مبسوط من التجربه اللي عملتها جونه اليومين اللي فاتوا، وهم عاملين تجربه هايله. باشمهندس نجيب وباشمهندس سميح عاملين تجربة فوق الممتازة. هم عملوا مهرجان الجونة السينمائي، لأن مهرجان القاهرة السينمائي يعني بيتعافى ويعني بيقل سنة بعد سنة، فاحنا محتاجين يكون في مهرجان في مصر. الفكرة ما كانتش فكرة المهرجان، هو الفكرة ان هم بينشطوا للجونة كجونة. عاملين فكرة تانية، هم جايبين طيارات شارتر بتحرك من ألمانيا كل يوم، بيجيبوا أفواج سياحية كل يوم ويرجعوا أفواج سياحية كل يوم، وعاملين ديل مع الألمان، فهم بدين يعملوا حركة كويسة جدا، عشان كده في انفستمنت في الجونة كويس قوي. فأوراسكوم النهاردة في الربع الأولاني من السنة عاملة 75 مليون يورو ونص في الربع الأولاني من السنة أرباح، بس في حين هو كان عنده خسارة 118 مليون السنة فاتت. فهم عاملين انفستمنت هايل، فياريت نكرر دوت في اكتر من مكان، ويبقى في كذا حد تاني بيستثمر بنفس الاسلوب دوت، طالما الاسلوب ده ناجح. واحنا محتاجين اماكن منغلقة على الاجانب بعينها في الوقت الحالي، احنا محتاجين نعمل ده. طب على الجانب الاخر، لانه الحقيقه انا ملاحظه ان يمكن في الفتره الاخيره احنا مركزين قوي على السياحه الشاطئيه، شرم والغردقه وما الى ذلك، لكن لو نرجع لاصل السياحه عندنا، السياحه التاريخيه والثقافيه، دلوقتي يا فندم ازاي بالفعل نقدر نجذب نوعيه السياح اللي كانت بتجينا فيما سبق تستهدف الاهرامات، المتاحف، تستهدف الاقصر واسوان، نرجعهم ازاي خصوصا ان الشتاء جاي؟ احنا محتاجين نعمل عروض بطريقه غير طبيعيه على الويب سايت، لان الاجنبي دلوقتي مبقاش بيسمع غير اخبار عن مصر، لكن مش بيشوف حاجات على الانترنت. يعني مثلا احنا محتاجين نعمل على سايتات كبيره زي سايتات بوكينج وترافاجو والسايتات اللي دايما الاجانب بيحجزوا من عليها ديت، محتاجين نعمل دعايه كبيره جدا. احنا اصلا بنعمل دعايه يا فندم ولا لا؟ احنا الدعاية عندنا ضعيفة جدا، يعني مش دعاية قوية. وبعدين الاجنبي مش بيسمع عننا عن الدعاية في الانترنت، بيسمع دايما الثقافة بتاعته عن طريق النيوز، عن طريق الاخبار، فبيخش بيسمع ان في حادثة، بيسمع ان في قطرة قلب، بيسمع ان في طيارة وقعت، بيسمع، فبيبقى خاف يجي مصر. احنا محتاجين نغير الطريقة دي، محتاجين نغير الصيغة دي. يعني مثلا الجزء بتاع الصعيد اللي بتتكلمي عليه ده، انت عندك تحت في الأقصر وأسوان بحيرة ناصر، دي فيها تماسيح من أكبر التماسيح الموجودة في العالم. يعني ده لو اتعمل ورا منها سفاري الموضوع ممكن يختلف تماما. احنا عندنا الأفكار، بس محتاجين الدولة تساعد شوية، وفي نفس الوقت يبقى في مستثمرين جادين ان هم يخشوا يشتغلوا على الحاجات دي. تمام. لكن الأفكار موجودة والأماكن كمان موجودة. انت بتسافري دبي تتفرجي على حاجات مصطنعة وبتنبهري، فانت في مصر هنا عندك الحاجات دي موجودة فعلا وانت بتستفادي بيها. طب خليني أسأل حضرتك في جزئية أخرى مهمة. الحقيقة بعد ما تناقص وافدات السياحة في الفترة الماضية، كان في مشكلة أنه العمالة المدربة على أعلى مستوى راحت اشتغلت في مجالات أخرى، أو حتى سافرت للعمل في الفندقة في دول مختلفة. العمالة بقى الناقلة اللي هتيجي من مجالات أخرى علشان ترجع تنشط السياحة مرة أخرى، أو بعد نشاط السياحة ترجع تساهم فيها مرة أخرى، ندربها إزاي يا فندم على أعلى مستوى؟ في مصر قصة كده كانت المفروض تحصل من زمان جدا، زي حصة الألعاب وحصة الموسيقى اللي بناخدها، المفروض ناخد حصة ليها علاقة بالتنشيط السياحي. التنشيط السياحي ده مهم جدا، لأن الطالب وهو بيدرس الكلام دوت لما بيطلع بيبقى عنده ثقافة يعني إيه سايح جاي، يعني إيه عملة صعبة جاي. النهاردة مصر كلنا احنا حاسين بفرق العملة، لأن مفيش سايح، لكن السايح النهاردة لو جه فرق العملة ده هينزل جدا. أصبح الناس اللي ما بتشتغلش أصلا في مجال السياحة اتأثروا، يعني المجتمع كله اتأثر بعدم وجود سياحة.
فاحنا محتاجين نبدا ندرب العمال ونبدا ندرب الولاد اصلا من البدايه في الحته دي. حتى كمان كنا بنتكلم على الجزء بتاع المعاهد الفنيه والناس اللي بتطلع او البكالوريوسات اللي بتطلع بتوع السياحه والفنادق، كنا بنتكلم على ان دول لازم يبقى ليهم تمييز في الشغل. يعني لما نيجي نطلب شيف لازم يكون هو اصلا شيف ويكون واخد شهاده بكده، مش نجيب واحد متمرن او متمرس على دوت بره في حته تانية او في محل او في مطعم ونجيبه ونشغله. محتاجين ندي الناس دي الحته بتاعتهم، وده مهم جدا لان القطاع ده هيكبر بالناس اصلا اللي ده بدات فيه دراسه وبعد كده كملت شغل. أنا بشكرك يا فندم جزيل الشكر. الأستاذ مايكل جورج عضو حزب الوفد ومستشار وزير الطيران، شرفتنا. شكرا لحضرتك وشكرا على اللقاء، وشكرا لكل مشاهدينا، ومرة أخرى كل سنة والجميع يا رب بكل خير بمناسبة الذكرى 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة. نشكركم دايما يا رب بكل خير، تصبح على خير. الحقيقة تبان.